لا هم كذا لا اسمعهم كذا لا انا ادخل يعني ما هم يبون كذا انا ما تكلمت في قطعه انا كلمت الاعداد امس انا ماخذ 5000 و1000 ناقشت يعني هذه كانت 2000 لا لا هو وما لا لا والله ما جبتها كلامي عين صواب تقول ما عندك تقول ما ادري كم هي هاشتاق لا 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 يا اخي كيف يعرف في كلام واضح كيف تعرف لا لا ما تجي كلام واضح لكن هم يلفون عشان يصير معهم لا انت ما لا بس انت انا اقول هاشتاقهم هاشتاق الكرت الذهبي اول ما قلت الكرت الذهبي كيف وصل لك ما اعرف انا بفهم في تويتر ما عندي حساب في تويتر انا ما اعرف تويتر انا اقصد قلت هاشتاقهم هم كلامي واضح التغريده الردود الردود انا ما افهم في تويتر انا ما افهم في تويتر بس انستغرام لكن انا ما افهم فانا كلامي كان واضح قلت ادخل على الكرت الذهبي هاشتاقكم الكرت الذهبي انا ما ادري شو لما تحتاج هو قايل لك اوه صادق يقول اثبت اثبت قال كل شيء مثبت يا ابو سالم لا نكذب على بعض بالعقل يقول لك ما كل 10 تغريدات مستحيل انا لو كان سلطان قلت بقول جيب الجوال جيب الجوال ولا بفتح جوال قلت له قلت شوفه قلت له شوف جوالي وراك قلت له جيب الجوال عادي اثبات وشو في البارح تغريدات اذا ما كنت اكثر شوف اذا ما كنت من الاكثر ما بقول اكثر واحد اذا كنت من الاكثر لكم اللي تبغونه قدام الرئيس كلها بس ممكن من الاكثر يا رجل انا عندي جروب دعم وعندي عالم تتكلم معي شغلوا مايكاتكم هم لا دخل الاكثر ما الاكثر ان شاء الله اول شيء انا بجي بحتج زين انت تقول في ناس عد قالوا لي عدولي طيب انت عدين لك القناة عدين لك انت وحمد الناس عدولك انت بس القناة عدت لك انت وحمد وعدت الفيصل لا لا ما عدت لا لا ما عدت البارحة الكلام اللي وصل وكل شيء وصلني لحدي قسم بالله العظيم اني انا اكثر انا ما احتاج على حمد الله يوفقه اقسم بالله اني احب اقول لك وجه القبعة اني اتمنى له الخير انا ما اتكلم على شخصه ركز خلونا جسم سولف خلونا نجلس نسولف عشان الكاميرا هل هو من واحد منصف ولا واحد من لا لا مو واحد مو واحد ثلاثه واربعه اللي وصلوا تركي خلينا نسمع لا يا جماعه صلوا على النبي يا اخي خلوني انا غلطان ادخل انت بنفسك شوف سلطان معليش هل الناس هذول اللي عدوا عدوا ثلاث كلهم ولا عدوا بس سلطان لا شافوا سلطان اكثر من غيره لا عدوا سلطان كيف يقررون سلطان اكثر من غيره هم ما عدوا غيره يا اخي الكتاب واضح من عنوانه انت تشوف كتاب قدامك واضح العنوان حقك انا لو انا بدخل على الردود بشوف اللي قدامك والله اسمع اسمع والله صبر صبر والله اني ما دخلت التصويت البارح ما شفته زين لكن انا متاكد انه اذا قالوا فيصل الاخير والله العظيم مو محاباه لأن فيها ناس أنا أهلي بعدون لي واللي يحبون بعدون فيصل لكن القناة عدل فيصل سلطان جميل 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 دقيقة دقيقة جميل 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 أنه عدين أكيد أنت بإمكانك تدخل خلي أنا غلطان أوكي ادخل أنت بنفسك خلي أي واحد يدخل بنفسك أنا دخلت أنا دخلت أنا دخلت والله حمد أكثر واحد لو أنك عدل حمد البارح سلطان أنا اللي متأكد هو خيارات ما بعلى شيء لا 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 ما عليه لا اللي شفت أنا اللي شفت أنا أعلى أنا اللي متأكد منها أنا متأكد منها المشفر أنا مشفر اللي 160 تغريدة سلطان أنا طيب يعني أنت أنت مايك لو أنك تدري أنه منك شو مسوي عشان تطلع حجتي صح ما تعد سلطان مع كل المتسابقين عد سلطان مع حمد اسمع عد سلطان هو ذا قسم عديته حمد كم حمد كم حمد البارح يقول والله ثلاث من اربع تغريدات في البدايه انت كم في البدايه انا البارح يقول والله اني اكثر والله الكلام هذا اللي اشرب لا هو انت ما فهمت سلطان اعتبرني انا مدير قناه بدايه زين والحين اسالك يا سلطان ومساله قانونيه كم صوت لك البارح إيه؟ عدد بالتاهل مو بالضبط لا تجيب لا بالضبط كم المده اللي خذوا فيها التاهل ما تقدر كيف تحاجه شباب كم المده سلطان 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 حمد حمد سلطان 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 حمد لا 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 تدري الحين لو تروح تشتكي عندي انا يا فيصل وتجيني معك موضوع دسم مثل كذا من البديهي انك اول شيء سلطان تعرف كم انت عدد بالضبط ما تقدر لانه تغريدات كيف تحاجه الثاني جزء من الثاني تغريدات كيف تحاجه زيد سلطان خلاص تخلصي بعد سلطان يوم خلاص خلاص خذ حمد خلاص الناس توقف انا سلطان اقصد والله العلي العظيم قسم بالله العظيم انا بالنسبه لي انا لا بهذه ولا بهذيك زين لا اني اشتكيت ولا شككت ولا تاهلت كله انا متكي مره كل اخواني انا ما جبت طاري حمد يا جماعه انا تكلمت عن سيف انا ما جبت طاري حمد هم اللي راحوا لا 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 تقول اني كيف سلطان انا اكثر في البدايه لا وانا اقولها الان انا اكثر سلطان انا ما كطافي انا متاكد من هالمستر 160 تغريده هذه متاكد منها انا مايك مستحيل اني ادري ان ممكن حمد اكثر مني انا ما كطافي شحن
فمستحيل انك تجي، انا مستحيل اني اجي احسد وانا ما معي دليل. لا معي دليل، معي الكلام انت دليل. انت تقول جاني ثلاثه رقم، تقول جاني ثلاثه اعرفهم اكيد. انا حتى ما واجهت واحد يقول انت يا مشروب سلطان، ما في عندهم ذمه. سلطان ما معك رقم، ما ماك تعرف لو انه على اخوك بعد، لو ما عندك ذمه. لا بس كم كيف ما عندي ذمه؟ سلطان طيب هذا عندهم ذمه اللي قالوا سلطان. سلطان سلطان طيب شلون احسبوها بالعدد؟ دقيقه اي احسبوها بالعدد يعني دقيقه احسبوها بالعدد. انا فهد معيان، انا فهد معيان تعال لي اسمع تعال لي، قل لي يا حبيبي يا فهد معيان وقف هناك حبيبي، انا معي 596 رقم صوت وحمد 594 اكثر منه باثنين. إيه؟ انت حتى غيابك على حمد، انا صرت الف ادور ادور العيال كم واحد جابوا يعني مو حمد الحاله. كم حمد 15 طيب انا بحسب ال 15 حمد خلينا نسكت حمد، لا تقارن نفسك بالمجموعه كلهم. متاهل هو المتاهل معناته هو انا بالنسبه لي كغير متاهل لا تقارن نفسك بي. خلاص قارن نفسك متاهل، حط قياس المعيار المتاهل. هيا هيا الكلام انا اقول الناس ثقه زي ما انا اثق في كلامك، لا تقول لي ما اثق ان فيصل قدامي. الناس اللي جوني ثقه. هل تعتقد هل واثق بهم انهم عدوا؟ قسم بالله قسم لا لا ونعم بهم، بس انت واثق بهم انهم عدوا اسمك واسم حمد؟ نعم والله عدوا. ليش ما اعطوك الرقم؟ اعطوني قالوا لانهم شافوا تدخل تدحم بالجنب. لا 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 هذا اضرب يا شوف شوف الكتاب يا فيصل 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 الكتاب واضح من عنوانه في امور كثيره لا نقدر نكتب على بعض. انت ما تخلون نطلق امور ثانيه احنا ما نبغاها. سلطان سلطان انت متاكد وانا متاكد؟ سلطان بس انا ما سلطان ما انا بتكلم على حمد. سلطان والله كلام منطقي، اذا انت ما حسبتها ما يحق لك تعترض. إذا أنت ما حسبتها تغريدة تغريدة. سلطان سلطان. طيب ممكن القناة 100% محاسبينها. طيب أنا بجيب أقول أنا متأكد الجزء الثاني. أنا متأكد عندي 160 تغريدة، بروح أقول عندي 160 تغريدة. بيجوني بيقول حمد 450 النبي في دقيقتين قال أبو نايف إنه يا عيال الحين كرت الذهبي ما أدري إيش. هل في دقيقتين هذه من 11 من متى حطيت التغريدة؟ من 10 و11 طيب في الوقت اللي من بعد فقرة غامة من بعد فقرة غامة حطيناها. هل تتوقع الناس بتحسب الجزء من الثاني العالم تكتب؟ يعني ما حد بيحسب. إي بس في الوقت اللي هم حسبوا فيه الناس اللي اعطوني الرقم. انت كيف اخوياك بيحسبون لك؟ يا اخي في الوقت اللي هم اعطوني الرقم والله والله انا معك ضدهم، لكن يا سلطان يا حبيبي اي واحد عندي هنا جالس خليك مع الحق. اسمع اسمع انا اقصد انا ميولي لك يعني اي واحد عندي جالس الربع بيحتج خلوه اذا جاء بيحتج لا يطلع شكله غلط. نعم احتج بالرقم. لا لا شكله ان شاء الله شكله مش غلط شكله صح. سلطان وانا واثق سلطان 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 انت تقول واحد يتكلم عشان اقدر افهم. سلطان انت دقيقه خليني خلاص. انت تقول انت تقول الكتاب واضح من عنوانه سلطان مقبول في تويتر وعندي خدمة تغريدة إثباتات ما في. جميل جدا حلو. طيب أنا أوكي. أنا شوف أنا مثل والله ماني غلطان بس عشان ما نعطي الموضوع أكبر من حجمه. أنا بسألكم سؤال وجاوبوني بصراحة، كان فيكم رجال قادح وتكلم بالحق. أسمع هل أنتم تشوفون سيف سوى شيء؟ عطني قل له الله دقيقة خلي 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 سيف كم ماخذ؟ سيف ماخذ اسبوع فوق 4000 نقطة. الربع الربع 4000 كم 4000 سلطان 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 حميد تدري شو المشكلة؟ تدري شو المشكلة اللي في بعض الشباب؟ محاباة عشان احنا اخويا مع بعض. سلطان 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 انا قلت الحق. لو اتكلم لو اتكلم صلوا على النبي، لو فلان صح وانا ما ابغاه ولا اكره ولا ابغى يطلع اقول انت غلطان، لان سبحان الله في بعض الناس قلوبها لا فيها شيء غير على ناس معينه. سلطان 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 انا اتكلم بالجميع ما اتكلم على شخص معين. خلص واحد 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 اسلم ابو اسلم صل على النبي صل على النبي. خلنا وجهه اتكلم. سلطان كان عنده وجهه نظر تمام جميل وكلنا سمعنا وجهه نظر جميل تمام. لا نوصل الموضوع الا نتشعب المرحله ما ترضي شغل مايك ما ترضينا كلنا خذها انا ابو رقعان. فالان خلوا الموضوع اسلم خلوا خلوا لا احد يقول شيء لين يخلص المايك اخوي. ما على ما خلص اسالتك بالله ترى لا لا تكلم وانا اقول كم انا اتكلم انا اتكلم يا انا بوجه وجهنا بس سلطان وجهنا سلطان والله ثم الله ثم الله ثلاث اني ماني ضدك وانت خابر. انت قلت انت رجال يقول كلمه حق
حلو. ها والله اني قلت كلمة حق حمد امس، انا والله اني داخل هاشتاق انه اكثر اسم لقيته. انتهى من حمد. شيخ انا بقول وجهة نظري والله ماني بضدك، وانك اخو وانك على راسي شفت انت سيف، والله العظيم انه يستاهل في الريالتي، انه حتى احسن مني. صل على النبي. يعني انت تشوف هذه كلمة حق سلطان، هذه افضل منك ريالتي 5000 سلطان، انا مو افضل منك اقول هذا اللي انا اتكلم عنه. سلطان 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 كان يستاهل. قاطع ارقص والله بس لا لا سلطان دقيقة عبد الله، انا بقول لك الرجال معي مجموعتي، الرجال خذ من عند احمد الرحيم حول 3000 تقريبا. لا لا ما خذ 3000، كم خذيت من عنده؟ خذ 2800 يا اخوي، ما في احد انا اخذ اكثر واحد خذيت انا. قول له 2300 خليني اقول لك عندي، انا اكثر واحد خذيت. طيب قول له اسمعني خذ احمد الرحيم حول 2800 تقريبا. 2300 يا اخوان، ما خلاص 2300 حلو. خذ عذر المشترجين في السمره، جتنا سمره سمرة، أنا لو باخذ السمرة خذنا أنا أخويا أكثر ناس. أنا أفضل سمرة جدا. طيب خلينا نقول يحسبونها. السمرة يحسبونها. لا لا والله. مسفر مسفر. حسبوا السمرة. خليني أتكلم. حلو. رجال قدم. رياليتي. يا أخي أنا ما أتكلم عن شخص. أنا أتكلم على الواقع. فيس فيس خليني أتكلم. معينة قدام. لا لا في نقاط مخفية. أنا 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 قوم وقعد. ناصر ناصر. 2000 أنا 2000 أنا حسيت ناصر. قال لي في درجات. اسمح لي أتكلم، تسمح لي أتكلم. خليني بالناس بعدين. اسمح لي أتكلم. دقيقة معلش أبو هتان ثواني. انت تقول في اشياء بجدد. انا اللي خذيته قدامي الواضح قدامي 3300 محسوبه لك. طيب محسوب يعني ما عندي رياليتي ما عندي شيء. وش يقول فصل عيان؟ يقول فصل عيان فصل عيان يقول الجمعه بيجي درجات شيء. بغض النظر انا اتكلم كلام واضح تقريبا على كلامك. انت قلت دقيقه، انت قلت على رياليتي، معطي على رياليتي ممكن احنا ما ندري صح، نقاط مخفيه. هل تتوقع 3300 اللي خذيته انا الواضحه امام الملا، هل تتوقع ما عندي رياليتي ابدا؟ بس ما فاهم انا ما كنت طافي بعلق بس اسمع انا انا ما اقدر اتكلم عشان ما اتكلم. اعطوك الواحد انا اقصد انك لا ما بتكلم يا اخي، تكلمنا قاطعنا تفضل. انا بقيم والله مو هو دقيقة بس بعيد عن الحلف، لان لو نتكلم على الحلف الحلف خلوه بعيد عن الموضوع. والله اني الساعة لا بحال انا صادق ان الساعة 7 انا في امور انا ادري عنها وكلكم تدرون عنها. انا صريح قالها يا سلطان. عادي اصل واحد بيجي اللي كاتب تغريدة الساعة 7 ذي طافي اني كاتب الساعة 7 تغريدة طافي يقول سيف بياخذ كيف تقييم. اشوف ما اقول اني اني اقيم اني والله العظيم اني متوقع اللي يطلع جرشان. تكلم عن برايم كذا اتوقع على برايم. حلو تتكلم عن برايم. طيب تتكلم عن برايم بقى ما اقول لك ايه. اقول لك شيف اداءه في الرياليتي والله اني اشوف انه من افضل. انا احب والله شوف كشخص انا احب. لا دقيقه خلني اخلص خلني اخلص. لو بشوف لو بشوف على تقييمي لي والله انا اشوف افضل منك سلطان. غير شر فيك. طيب حلو هل تشوف افضل مثلا من تركي من متعب؟ اعطيها افضل في الرياليتي افضل. انت صوت الباحمن شيف. انا صوت شيف ضد من؟ ضد نصر الشهر. هذا 4000 ليه شلون محتاج؟ انا بتكلم. لا لا يعني يعني ما له صوت. خلني اخلص. كل مدح كل سيف الان كل مدح والله العظيم اني صبرت اني قاعد اني صبرت. لا يا صلوا على النبي. هدوا 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 يا رب احنا ما احنا بحواج. خلونا نسمع. انا بقول شيء يا اسط. اول شيء ترك انا قبل يومين قلت العيال كلمه يوم قالوا اخطوا علينا بالمجلس يوم قلت خصوا زين ولا انت وقلت يا سلطان كلمه انه والله فيه من الشباب محابين. اما انا بالنسبه لي والله ما بعلمك شيء. لا لا انا فاهمك انت والله ادريك ما تقصد بس بعلمك شيء. اما انا يا فيصل اقسم بالله العظيم اني اكبر محابي لكن محابي للحق. اسمع انت مثلي اسمع 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 لا 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 تشكك لا تشكك بنية غيرك يا سلطان يا حبيبي سلطان 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 مشكلتنا نحب نجامل كثير. سلطان لا 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 متى بتجامل؟ متى بتجامل؟ سمنا سمي مسميها كذا ما تجامل. لا قل فلان 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 خرجنا اخر اسبوع. طيب دقيقه في بعض الشباب يوم انك ما تدرون عن بعض الامور. في بعض الشباب يوم تتكلم بالحق شوف انت ما تدري عن شيء. في بعض الناس يوم تكلموا بالحق صوتوا حب للشخص لكن لو جات الحق يقول له والله ما يحب هذا تعليق ابو عوي. جاوبني يا فيصل الشمري جاوبني الان انت تقول لي بالحق صح. انا في اشياء انت ادري عنها انت ما تدري عنها صح. طيب هل هذا تشوفه حق يوم قال الحق ان هذا لاني احبه؟ لا مو حق بس مو انا الحين اسمع انا انا الحين انا الحين اسمع انا ما اتكلم على فلان على انا اتكلم بعض الشباب. انا والله اسلم اسلم والله انا بدعي وقف طلعت ذا كلهم على المسرح وتكلمت اني دريت الشيء هذا انه بيجي اللي هو التصويت. قلت هو دقيقه عربي قلت التصويت دقيقه قلت التصويت يا شباب خلينا نتكلم في التصويت. قلت يا شباب التصويت ترى ايش ذمه. اي والله قلت انا يا متعب لا احد يصوت لي الا يشوف متعب انه قدم شيء شو اسمه صوت ولا تكلمت المقطع هذا قبل جاء البرايم الثاني واقولها كلمه حق والله الذي لا اله الا هو واقولها كلمه حق
ان ما في احد صوت بني وظني. نعم. اخي ما دخل الذم يا اخوي، انا اتكلم عن النقطه هذه، دقيقه افهمني. ما حد صوت بنيه وضمير. طيب صح صح، قال هذا ترى يستاهل وهذا ترى ما يستاهل. طيب عقب على كلامك. كلنا ولا بعضنا، كلنا ولا بعضكم. انا هذا كل اسمه. طيب تدري سلطان هذا كل اسمه. ها ابو عويد اسمع ما ترى تحت الهواء. هذا انا اقصده. لا لا هذا تحت الهواء. هل في احد صوت بنيه يقولون لا اله الا الله يا رجال؟ لا في 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 فارح قرين صوت من لك صوت؟ لا الشمراني، لا شهراني. طيب وضد الجيش. طيب انا انا طيب الشهراني انا صوت الناصر وصوت ضد التركي. اسمع انا سالني لو قطع واردك البارح، سالني واحد قبل التصويت احنا جالسين اول ما جاء التصويت كان مجموعه قال فيصل انت بتصوت؟ تعمدت اني اتهرب من الجواب لانه ذمتي هو هم ما سألوني لأن هم أصلاً محتارين يمكن يبون يتحزبون. اسمع تعمدت أتهرب من الجواب لأني أنا الأمانة ذمتي أنا بصوت صوي بالله. أيوة. اي بالله انا وش كنت بسوي تحدي زي النقاش؟ اسمع كلكم تكتوني ليش ما تطلع مصر وتتكلم؟ ما حد يدري. اسمع انا كنت بصوت. اسمع 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 انا كنت ادري ان هذه بتحصل. اسمع انا كنت اسمع انا كنت بصوت كنت بصوت عبد العزيز النقاش اول شيء بالبدايه كنت بصوت عبد العزيز النقاش كنت محتار بين عبد العزيز وبين ناصر فهمت؟ لكن ناصر رسالته لمستني اكثر فهمت؟ اما سيف واخوي تركي انا ما صوت ضده بصوت ضد مشاريعهم. ما ناسبتني مشاريع. انا مشاريع ما ناسبتني مشاريع. انا بصوت على مشاريع. اي ما ناسبتني ما ناسبتني مشاريعهم والله انت اخوان والله ادري والله ادري 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 انا ابراهيم صوت لكن سلطان لكن والله انا اسمع صوت صوت ضد انا سيف 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 علي الحين ولا ايش؟ لا 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 كلها انا ابو عويد خصنا الجميع في بعض الناس انه لا كلهم صوتوا مثلا بامانه او كلهم يتكلموا بامانه. انت تتكلم عن نفسك لكن في ناس لا لعل انا عارف يا ابو عويد مو تقريبا انا في شارع انت ما عارفه هذا اللي انا اقصده. لكن انا بنصحك نصيحه يا سلطان اخوي معي كلكم بنصحكم نصيحه يا عيال يا شو نسوي خلوكم هنا شوي. اسمع انا بنصحكم نصيحه يا اخواني كلكم وان كنت انا ماني اهل للنصيحه لكن بقول لك شيء شيء راح نعم. اسمع شيء راح ما تقوى هالحين سلطان لو تجي بالبينه بألف بينه زين بألف بينه ما راح تقدر تغير شيء بالواقع. خذه للطيب خلوه للطيب انا مع لك للطيب خلوه للطيب صح. ما تقدر يعني مثلا الحين انت تروح طالب تسوقون هناك يا اخي انا دقيقه بديت اليوم تسوقون هناك وإذا كنت تكلم عن موضوع راح اقسم بالله ما جيت ولا نية ادخل عن موضوع راحت. الرجال لا ينظر ورا يا رجل لو قدمت ولا لا اله الا الله. انا اتمنى ان واحد انك اذا جيت تعترض لا تضيف اسماء ليش تقول فلان وفلان. انت الحين بياخذون عنك نظره انا الاول يا اخي. لا لا انا ما احسد انا لا انا هذا مكان الاول مكان الاول والله ما كان انا اسكت انا مظلوم سيف. طيب خذ الاول لا انت اهل ابي انا ابي انا يحصل عني مظلوم. طيب اسمع ترى ما شاء الله كل الصوت الازعاج يا ولد. انا يا سلطان مظلوم سجل روسنا وابغى شيء خذ مليون خذ 2000 انا يا سلطان نقاطي 8000 وانا ريت رعاي ومقبول في تويتر وتعليقاتي واجد واموري زينه عدلوني يا لجنه لان سيف تاخذ مركزي فعشان كذا انا لا لا طيب انا اي اي كل انا الثاني انا الثاني وخيت انت مركز جيت انا الرابع جات في خاطركم اني انا الرابع يعني انا الاول انا الرابع انا انا اقدر بعد اروح انت محسن القرار اقدر اروح للجنه اقدر اروح بعد انا سلطان راجع سلطان راجع عبد الله خطا وخسر خمس باذن انا ابي لا عشان ينصوني بيقولون لا انت انا يقولون انت معلومه ابراهيم خطا بروح بقول يا الربع سلطان الراجح لو بقول كذا لو بقول سلطان الراجح علمنا معلومه خطا اخصم له 500 ولو بتكلم انا بعد اذا كلهم انا جايب هنا نقاط ورحتوا انتم خذتوه من خذاها لا ما خذناها
انت سلطان جاء انت شفت انت مشكلتك انك ما انت سلطان انت شفت انتم عارفين يوم اللي واقف وجاء اتصال سلطان له 500 انت لو تخلي الاشخاص لو مثلا الطالب بحق كذا سيده طيب هو يقول كب الاشخاص انا ليش اروح اطلع على فلان وعلان وفلان هذا سيف الربع سيف ترى طرف بالموضوع ترى سيف الطرف الثاني بالموضوع خلنا نتكلم بعد اذنك يلا تفضل بعد سيف انت قلت تصيت بدنا صح انت يا سلطان ما انصفتني الاسبوع اللي فات خل التصويت انا ما تكلمت عن التصويت انت رحت دخلت بالتصويت لا 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 يا اخي انت مصوت الشيف يا والله انا اسمع على كلامك والله يا والله اي انت ما شفت على بس بمشي انت قلت لي سويت انت قلت لي يا دقيقه بس ما صار طيب شوي اذا ضغطت عنده مخربون خلاص شوي انت يا ابو عويد ابو عويد اسمعني اسمع دقيقه يا رب خلاص اتكلم على الامانه صح رجال تكلم على الامانه نعم نعم انت تتكلم على الامانه صح حلو رضيت تسمعني انت تتكلم عن الامانه صح وانا قلت لكم في بعض الامور انا ادري عنها انت يا ابو عيد انتم ما تدري عنها ما انت مقرب من وانا ادري عن الامور ادري يا سلام الا ادري عن الامور ما حد يا سلام عليك فانت عممت اللي قلت كلهم امانه ونعم فيهم انا احبهم كاشخاص انا وياهم عشره هنا لكن تكلمنا على الامانه انت تقول على الامانه اللي خذ النقاط يستاهل طيب خلينا نتكلم يا رب كلنا نستاهل خلاص انتهينا لا 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 احنا ما قلنا حمد الكل يستاهل هنا الكل يستاهل انا اول ما جاء بارك لك وخميتك على طول صح ولا غلطان ما يا ربع اللي مضايق لك انا لكن انا اتكلم على احنا بنتناقش محل اللي مضايق والله اللي بحق دقيقه نبدا والله اني اشرح عليكم يوم اخر اسبوع من المنعطف ما جاج المشكله هذه يوم عاد اخر اسبوع خربتوها والله خلاص يا رجل سيف يتكلم سيف يتكلم تسلسل والتودد في الحكاية والتعدد ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية مع بداية لا تفكر للتنافس لا تعكر واحذر احذر لا تمكر ماراثون أحلى حكاية ما نشرنا الروح فيها إلا لأجل مشاهديها أجل من نفس عليها ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية يا محبين التجدد والتسلسل والتودد